أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم إلى موعد رياضي جديد نقدمه لكم عبر الإخبارية الأولى في الجزائر. البداية بأخبار الخضر، شرع المنتخب الوطني لكرة القدم يوم أمس في تربص إعدادي تحسبا لمباراة تنزانيا ذهابا وإيابا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، حيث بدأت العناصر الوطنية في التوافد على مركز التحضيرات بسيدي موسى بالعاصمة على أن يكتمل التعداد اليوم باستثناء المهاجم إسحاق بالفضيل الذي سيلتحق يوم غد الثلاثاء بالمجموعة بسبب التزامه مع بنياس الإماراتي بمباراتنا اليوم، وستجري العناصر الوطنية أول حصة تدريبية لها بسيدي موسى أمسية اليوم. قدم نادي الوحدة السعودي مدربه الجديد خير الدين ماضوي إلى وسائل الإعلام عقب التوقيع على عقد جديد يربطه بالفريق، وحضر مراسم تقديم بطل إفريقيا مع وفاق سطيف رئيس النادي وأيضا أعضاء من المكتب المسير. للإشارة فقد اصطحب خير الدين ماضوي المحضر البدني فارس بالخير للعمل معه وخوض هذه المغامرة الجديدة بدور الزين السعودي. إلى أخبار محترفين الآن، قاد مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني فريقه سبورتينغ لشبونة لفوز ثمين على مضيفهم أروكا بهدف دون رد سجله في النفس الأخير من المواجهة، رافعا رصيده من الأهداف إلى 8 في المركز الأول وواضعا فريقه في الصدارة ب26 نقطة بفارق 4 نقاط عن بورتو والفائز والآخر على فيتوريا سيتوبال بهدفين دون رد في مباراة عرفت مشاركة متوسط ميدان الخضر ياسين إبراهيمي إلى غاية الدقيقة 73 أين تم استبداله. وإلى إيطاليا، وصل نابولي الإيطالي عروضه القوية في الكالتشيو وأطاح بإدونيزي بهدف دون رد من توقيع المهاجم الأرجنتيني غونزالو إيغواين في الدقيقة 53 من اللقاء الذي شهد كالعادة مشاركة غلام كأساس، حيث قدم مستوى رائع طيلة أطوار المواجهة التي احتضنها معقل نادي الجنوب سان باولو، فوز ارتقى من خلاله نابولي إلى الصف الثالث برصيد 25 نقطة. أما إدونيزي فبقي قابعا في المركز 17 برصيد 12 نقطة. ومباشرة بعد نهاية اللقاء نشر ظهير أيسر الخضر تعليقا على موقعه في الفيسبوك رفقة زميله البرازيلي جورجينيو، حيث أبدى استعداده لمباراة تنزانيا المقبلة، كما حيا نادي الجنوب الإيطالي وأيضا المنتخب الوطني الجزائري. في فرنسا، عاد نيس ولاعبه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بفوز ثمين وغال من الفيلودروم أمام مارسيليا بهدف دون رد من تسجيل جيرمان فاليري في الدقيقة 16. مسجل الهدف ترك مكانه لبن رحمة في الدقيقة 77 من اللقاء، وبهذا الفوز ارتقى نيس إلى المركز السادس ب21 نقطة. أما أبناء الجنوب الفرنسي فقد تجمد رصيدهم عند النقطة 15 في المركز 12. إلى الحدث القاري الآن، فشل اتحاد العاصمة في إهداء الجزائر تاجا إفريقيا ثانيا على التوالي بعد انهزامه في مباراة العودة بثنائية دون رد أمام تيبي مازامبي. هذا الفريق أكد علو كعبه بعد فوزه على تشكيلة سوستارا ذهابا وإيابا. التفاصيل مع فاتح بوشعنان. المستحيل ليس جزائريا هو الشعار الذي رفعه لاعب اتحاد العاصمة قبل إياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا، لكن الواقع أثبت أن لغة الكلام والتمنيات لا تقف أمام فريق منظم يعرف من أين تؤكل الكتف. فلا إغراءات رئيس علي حداد ولا رغبة اللاعبين في إهداء أول لقب قاري وقفت ندا أمام تيبي مازامبي الذي تمكن من التتويج بعد فوزه ذهابا وإيابا. تعثر في عقر الديار، انتظرنا أن يتجاوزه الاتحاد ومدربه ميلود حمدي في مباراة العودة بلعب ورقة الهجوم بفريق لم يعد يملك ما يخسره، لكن لا التشكيلة التي اعتمد عليها حمدي ولا الخطة التي وضعها ولا حتى التغييرات التي أجراها أبانت عن نية الأخير بالرمي بكل الأوراق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمكن الاتحاد من تحقيق الحلم والعودة بالتاج القاري. من المسؤول؟ هل ميلود حمدي أخطأ في خياراته؟ وهل الاتحاد لا يملك أسماء من شأنها مقارعة الكبار؟ هي أسئلة يطرحها أنصار اتحاد العاصمة الذين وإن استعملنا لغة الأرقام لمنحناهم العلامة الكاملة لوقوفهم وراء الفريق حتى بعد التعثر. وفي انتظار الإجابة يبقى حلم الاتحاد بالتتويج بأول لقب قاري مشروعا
لكن في المواسم القادمة ليبقى الوصول إلى النهائي في حد ذاته إنجازا لأبناء سوسطارة وللكرة الجزائرية المريضة محليا. على الرغم من الإخفاق والحسرة من تضييع اللقب القاري، إلا أن أنصار اتحاد العاصمة أبدوا افتخارهم ببلوغ فريقهم المحطة النهائية، مبدين أمانهم في قدرة التشكيلة الحالية على التعويض مستقبلا. التقرير للزميل محمد قريشي. في أجواء كبيرة لم تختلف كثيرا عن أجواء عمر حمادي ببلوغين، توافد أنصار اتحاد العاصمة من كل حدب وصوب إلى ساحة البريد المركزي لمتابعة مواجهة الإياب من نهائي رابطة الأبطال الإفريقية أمام تيبي مازامبيا الكونغولي. أنصار والاتحاد وبعد نهاية الشوط الأول والأداء المشرف الذي أظهره زملاء فرحات في المرحلة الأولى من المواجهة، أبدوا تفاؤلا كبيرا بقدرة الاتحاد في إحداث المفاجأة. شوفوا شوفوا يقدروا يسجلوا أهداف ويكونوا إن شاء الله بإذن الله دوزيام يطو يكون حاجة واحدة أخرى إن شاء الله، فيها آخر فيها أهداف إن شاء الله. تفاؤل لم يدم طويلا بعد أن أهدى حكم المباراة ضربة جزاء شكك في مصداقيتها أنصار الاتحاد، لتأتي الضربة القاضية بالهدف الثاني للكونغوليين الذي قضى نهائيا على أطماع الجزائريين مؤجلا الحلم الى موعد لاحق. كنا حابين ندو هذه كوب دافريك، لعب ثاني تمنينا في حياتنا يا كيما تمناو عباد كبار وماتوا ما لحقوهاش، هذه اللي تمنيناها يا اخو الله غالب يا اخو. ولا داروا فريق مليح والاربيت هذا يا مركز كاع ضرب الجزاء حاجه كبيره، واش يلحق دوك هذيك ويلعب فينال مو حاجه كبيره، ما زال طموحات وما زال الخير القدام. رغم الهزيمه وتضييع النجمه الافريقيه، لم يخفي أبناء سوسطارة افتخارهم ببلوغ نهائي رابطة الأبطال ولأول مرة، وتفننوا في صنع أجواء احتفائية وكلهم أمل بخطف النجمة الذهبية قريبا. إلى موضوع آخر، أعلن وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي عن مشروع استفادة رياضية النخبة الوطنية من مشاريع أنساج من أجل إنجاز مشاريع رياضية ينقلون من خلالها خبرتهم إلى الجيل الصاعد في خطوة قد تقي رياضية النخبة من البطالة مستقبلا. التقرير للزميل بدر الدين حجام. المدير العام تاع لونساج الى سي مونتري ديسپونيبل بور باش يرافق بور اكومباني دونك لي زاتليت ا كريي دونك باش يخلقوا المؤسسات المصغره ويكون فيه دعم مالي. مشاريع انساج لصالح رياضي النخبه الجزائريه هو ما اعلن عنه وزير الشباب والرياضه الهادي ولد علي صبيحه الاحد خلال المنتدى الاول للرياضيين الجزائريين والذي نظمته اللجنه الاولمبيه. إعلان جاء ليثلج صدر العديد من الرياضيين السابقين وحتى الحاليين الذين أبدوا تخوفهم من مواجهة مصير سابقهم ممن وجدوا أنفسهم دون عمل يقتاتون منه بعدما شرفوا الجزائر ورفعوا رايتها في المحافل الدولية. احنا باسكو سابقا كان رياضيين كانوا في المستوى عالي حبسوا الرياضه ولاو دي شومور كما نقول لك، ما عنده بوست بيجيتير ما عنده حتى شيء، يكونوا تحفيز للرياضيين باش ان شاء الله كما نقول لك الرياضي هذا يولي يخمم غير في الرياضه ما يخممش حاجه اخرى. مشاريع انساج تضمنت استفاده الرياضيين من مسيرتهم دون الاخذ بعين الاعتبار مستواهم الدراسي. اذا كان بطل في الجيدو وما كانش عنده مستوى دراسي وبغى يدير قاعة يعني تعليم جيدو، هذا أنا نظن ما نطلبوش منه المستوى الدراسي، لكن حنا واش نديرو نحاولوا باش نكونوه في كيفية تسيير المؤسسة تاعنا. هي خطوة مهمة في سبيل دعم الرياضة الجزائرية ونقل الخبرة إلى الجيل الصاعد، خاصة أن العديد من الرياضيين لا يمتلكون شهادات تسمح لهم بشق مستقبل بعيدا عن الرياضة. طالب رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس محمد بو عبد الله من وزارة الشباب والرياضة بمنح أكثر دعم لهذه الرياضة نظرا لغياب المنشآت والتي تسمح باحتضان الجزائر لمنافسات دولية تجعل الرياضيين الجزائريين يحتكون بالمستوى العالي.
نغتنم هذه الفرصه باش نقول بلا احنا ما عندناش منشات كبيره، مازلنا عايشين في هذوك المنشات نتاع ليبوك كولونيال. دونك الان لابد تكون سياسه جديده من طرف وزاره الشباب والرياضه تتوفرنا كما يقول منشات جديده، وخاصه اللي يكونوا مغطيين، لان الان راكم شفتوا هذه المباراه لعبت في الاسبوع اللي فات تحت الشتاء ما قدرناش نلعبوا. دونك الان خص واحد يخمم، ولا حبوا باش يكون التنس يكون عنده مستوى عالي لابد يكون كما قلت تمام واحد، لابد الوزاره الشبيبه توفرنا، وخاصه اسيدي هذه المنشات اللي كاينين اللي تابعين لوفيس دي كومبلكس اولمبيك لي زوبو. بالعودة فقط إلى اتحاد العاصمة، حيث وصلت بعثة الاتحاد صبيحة اليوم من الكونغو من لومومباشي بعد إخفاقها في التتويج بدور أبطال إفريقيا. وبهذا نختم مشاهدينا الكرام أوراقنا الرياضية لنهار اليوم أو لهذا الموعد الرياضي. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.